الشأن السياسية الآن، نفى الأمين والعام للأفلان عمار سعداني وجود خلاف بينه وبين أحمد أويحيى الأمين العام بالنيابة للأرندي على خلفية حالة الشد والجذب التي انطلقت شرارتها من المبادرة الداعمة لرئيس بوتفليقة وصولا إلى انتخابات مجلس الأمة. التفاصيل في ميكروفون طاهر بنزين. لا، ما فيش صراعات، ما فيش صراعات. جبهة التحرير معروفة أنها ما ينافسها حتى واحد في الساحة السياسية، يستطيع أن ينافسها. من ينافسها تقدر تكون المنافسة، ولكن الفائز هو دائما جبهة التحرير. هذه إرادة الشعب مش إرادتنا احنا.